وردة يا مصطفى، وردة جميلة شفتها مفتحة، حبيت أقطفها وأخدها لنفسي، بس حملتها تضيع مني. شايف الخلق بيدوسوا عليها، مش قادر أقول لهم لا. جوه تهدي لابنها. طب قوم اعملي لها حاجه سخنه. تحرك يا بيه. وانت روح هات من العربيه من على الطريق. بس سيبتير ما عبرش يا بيه. انا بامرك روح. بس يا بنت الناس. بس يا بنت الناس. تمشي نفسك. انا خلاص. انا خلاص بموت. ما تقوليش كده، انت لسه صغيره. ان شاء الله المستقبل قدامك كبير. بس. انا عايزك تقولي شايف فيها الحاجه وانت دي. أنا مش زعلانة منه، عشت مع شفيق أجمل أيام حياتي، مع إنه ساب يدوسوا عليا من غير ضمير ولا رحمة. بس 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 يا بنت الناس، اهدي اهدي وبلاش تتكلمي دلوقتي. بس 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 هنادي هنادي هنادي. كيف هملتوها الوقت ده كله؟ حرام عليكم. والله غصب عننا يا دكتور، كانت قاعدة لحالها وما قالتش لحد عليها فيه. أنا اديتها حقنة توقف النزيف، بس ما خبيش عليك الحالة خطيرة قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وحياته أنت يا دكتور، اعمل كل اللي تقدر عليه. أنت جوزها؟ لا، جوزها يبقى قد عمي، بس اللي تؤمر به سعادتك إحنا حاضرين. هي فقدت كمية دم كبيرة ومحتاجة نقل دم قبل ما نعمل لها العملية. عمليه؟ عمليه انت؟ عمليه كحت، ولازم تتعمل في اسرع وقت، بس المشكله المستشفى ما فيهاش ولا كيس دم. امال يا دكتور؟ خد من دم انا. هنشوف، لو طلعتوا من نفس الفصيله يبقى ما فيش مانع. يا انتصار خدي عينه من الاثنين وهاتهم لي عشان نطابقهم، وربنا يقدم اللي فيه الخير. يا رب يا دكتور، يعني سعادتك شايف ان ربنا هيكرمني؟ ادعي لها تعدي من الحكايه ديت، تحسن المجهود اللي هي بذلته اثر على حالتها الصحيه قوي، ويا ريت تتصل بجوزها يبقى موجود، ما احناش عارفين ايه اللي هيحصل. بعد اذنك ده جايك. لو سمحت. قول. انا ثابتك معايا قوي. ما تقوليش كده. انت زي اختي تمام. هطلبه منك. عمري عايزه اشوف شفيق. انا عارفه ان الطلب صعب عليك، بس دي ممكن تكون المره الاخيره. ايوه بس يعني عشان خاطر ربنا حقق لي الامنيتي. انت عندك حق، انا كنت بفكر في كده. شفيق لازم يبقى موجود معاك دلوقتي. حاضر. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ما تشكرنيش يا بنت الناس، شكرا على واجب. ربنا يقومك بالسلام. يا شفيق الحمد لله اني لقيتك. انا في مستشفى قوص وعايزك تيجي في اسرع وقت. هقول لك على كل حاجه بعدين. يلا يا واد عمي، موضوع يهمك يا شفيق. متشكرين يا واد عمي. معلش، آسف آسف جدا يا بدر بيه، غصب عني والله. يا أخي ده أنا بقالي أكتر من ساعة مستنيك. معلش غصب عني يا واد عمي، أصل كان معايا حالة صعبة جدا، ما كنتش أقدر أسيبها غير لما تستقر. خير يا واد عمي. عايزك تيجي معايا دلوقتي ضروري. عندنا حالة خطيرة ما حدش يشوفها غيرك أنت. يا ساتر يا رب. طب بس ممكن تديني 10 دقايق أكتب تقرير للحالة وأقول شوية تعليمات الممرضات وأجي معاك طوالي. يا أخي أمانة عليك ما تأخرش. يلا بينا. حاضر.
الحالة دي كانت حامل. وابويا كان عارف وبدير كمان مش قادر اصدق اللي بسمعه. الحمد لله يا شفيق ان ربنا بعتني في الوقت المناسب. مرتك دي ست طيبه وغلبانه. من ساعه ما دخلت يا شفيق وانا عمال ادعي لربنا يجومها بالسلام. مش عارف اقول لك ايه يا مصطفى. انت البني ادم الوحيد وسط كل اللي بعيش معه. أنا دي تعذبت كتير مصطفى كتير قبل. أنا عايز أشوفها عايز أشوفها دلوقتي. شايفين ما ينفعش يا هنادي تشوفها بالدموع دي؟ عيب مش صحش؟ أصبر حبابي إن شاء الله هي تخرج الدكتور يطمن عليها تشوفها. عليك عيشتك انا هكتفك وارميك في قرار السرايا واخلي الكبير يقتلك بيده. انا ما فهمتش حاجه من اللي بيحصل ده يا بتربيه. لا متشكرين يا دكتور. استاذنك تروح على العربيه لغايه ما كتف الحمار دي وهاجي عشان اوصلك. لا ما تهمنيش معاه يا باشا. اسكت. خدني انا كل خاطري النهبل. محدش هيغيتك مني. انا عايز اعرف منين جات لك الجراءه تعمل العمده السوداء دي؟ مصطفى بيه يا باشا ولا اضربني. مصطفى بيه؟ ومنين؟ منين مصطفى بيه بيومرك؟ أنا شفت جاي مع جنابك وهب فيا وأنت نفذت رأيه، وبعدين الست كان دمها بيصفى قدامنا وكان روحها بتطلع وكان لازم نلحقها. راحوا فين وداني؟ راحوا فين وداني؟ مستشفى جوز بايدي أضرب حاجة. كده يبقى تتشاهد على روحك لغاية ما نروح الصراي. قوم يا قوم 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 كانك قوم 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 يا قوم. استنى يلا قوم. استنى خد الشنطه اللي فاتها لك مصطفى دي امانه. قدامي قدامي يا كلب قدامي قدامي. الحمد لله على السلامه. عزه شوفي الاخ اللي كان جايبها قولي له الهلا انجلب بالسلامه. شفيق هاتوا لي شفيق. شفيق مين؟ شفيق جوزي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. هي بخير يا دكتور؟ باذن الله هتعدي منها. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اشكرك ازاي. لا ما تشكرنيش انا، اشكر الراجل ده اللي جابها لحد هنا وهي بتنزف وتبرع لها بدمه كمان. ربنا يعوضك عن الجميع. مش قادر تبص فعليا. شفيق احنا استناك برا واد عمي. انا مش عارف اشكرك ازاي. انا كان بيني وبين الموت خطوه. لولاك كان زماني خطيتها. ربنا اللي بيكتب الاعمار يا ست هانم. انا عملت اللي كان اي حد لازم يعمله. خلي بالك من شفيق. استنيك هذا. حقك تكرهيني. بصي لي البصة دي. لكن قبل ما تحكمي علي لازم تعرفي الأول أنا مين وعايش وسط مين. أنا مش هطلب منك تسامحيني عشان ما أقدرش. صدقيني يا نادي كل لحظة عذاب مرت عليك أنا كنت بتعذب فيها كد 100 مرة. عذاب
تعرفش العذاب، ما تعرفوش. لحقك تقولي كل اللي انت عاوزاه، قولي كل اللي جواك. اسهل واقف ولا همك، ما تدريش بالمصيبه اللي انت عملتها. ازاي تجيبها هنا من غير اذنك؟ انا ما عملتش مصايب يا واد عمي، انا عملت الصح. ما تقولش واد عمي. عربيه شفيق واقفه بره ليه؟ مين اللي اداله خبر بالموضوع؟ انا. بتقولها بكل بساطه كده؟ كان لازم انفذ وصيه واحده بين الحياه والموت. كان لازم اقول لشفيق، يمكن دي تكون اخر مره اشوفها فيها. انت ايه انت؟ انت مالك؟ فاكر روحك ايه؟ منين جاتلك القوه اللي تتحدد بيها معايا دي؟ كانك ما فاهمش بتعامل مع مين. مع اهلي وناسي، اللي انا متاكد ان جوه صدورهم قلوب مش حجر. حسابك كبير وواعر، وايام العسل اللي قضيتها في وسطيني من الدقيقه دي ورايح خلصت. فاهم يا ود عمي؟